هذه المدينة الجميلة ولدت وترعرعت أنا وأخي سامر. يلعب أخي سامر في موقع حارس المرمى منذ أن كان طالباً في المدرسة الابتدائية. كان يمتاز بقوة بدنية كبيرة وقدرة على حماية مرماه. كان أكثر زملائه في الفريق بذلاً للجهد. أعطى ذلك سامر تميزاً يكاد يتفرد به من بين كل أصدقائه. انتهت المباراة! لكن ما كان يشعر سامر بالحزن دائماً أنه لم يحقق أي انتصار خلال السنوات الثلاث التي قضاها في الثانوية. كان متميزاً في فريقه بفضل مهاراته وبسبب ضعف بقية زملائه في الفريق. سامر! أنت تبكي. كانت تلك هي المرة الأولى التي أراه فيها يبكي. لم يحتمل يومئذ الخسارة. سامر، لما لا تخوض مباراة ودية؟ مباراة ودية؟ نعم، فلتكن مباراتك الأخيرة قبل أن تودع الثانوية. أريد أن أراك منتصراً مرة واحدة. ولكن ماذا يقول بقية الأصدقاء؟ لا تقلق، قد سألت الجميع عن استعدادهم لخوض هذه المباراة ولاقت هذه الفكرة موافقتهم. هكذا إذن؟ سوف أبحث عن فريق لتلعب معه. ما رأيك الآن يا أخي؟ هذا رائع، شكراً. لدي شعور كبير بأنكم ستفوزون بهذه المباراة. كان فريقنا في حاجة إلى نصر يمحو سلسلة إخفاقاته. أتدركين فداحة الخطأ الذي ارتكبته؟ ما الذي تعنيه؟ عن أي خطأ تتحدث؟ أخبرني. منع فريق النصر من خوض المباريات بسبب لاعبهم الخشن. سنخرج مكسرين هذا اليوم. لم أكن أعلم عنهم شيئاً، صدقوني. كان عليك أن تتحري هذا الأمر جيداً. ما هذا الحظ؟ ما حدث قد حدث وعلينا أن نسلم بالأمر الواقع. إنها مباراتنا الأخيرة فلنبذل جهدنا. تشجعوا، أرجو لكم الفوز. سأتقدم يا يزن. استعد لتلقي الكرة. هيا برا. سليم، لا تستأثر بالكرة. أوقع الكرة. سامر، أحسنت صنعاً. ستكون هذه آخر مرة تصدها. هيا 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 سليم، سوف أحصل عليها. لا تدعه يمر. تمكن من صدها مرة ثانية. خسارة. اسمعني. مفهوم. سامر، هل أنت على ما يرام يا صديقي؟
آسفون، نحن نلعب مغمضي العيون. لا تؤاخذونا، إنما حاولنا ركل الكرة. اعيدوا! لقد تعمدتما ضربه، لن أسامحكما. ألا تحسن اللعب بهدوء؟ اخرجي، فلا نزال في المباراة ولا يسمح بدخول الملعب. تستحق ذلك. سامر، سلامتك يا صديقي، هل تشعر بالألم؟ لا عليك، فأنا على ما يرام. لقد تعمد ضربك وقد خفنا عليك كثيرا. إنهما لا يفرقان بين كرة القدم والمصارعة. لنواصل اللعب، هيا استعدوا. مهران، الحمد لله. إنه يسخر منا، لن أصفح عنه أبدا. أحسنت يا سامر، أنت رائع يا أخي. إنها لك يا سليم. إنها لي. انتهى الشوط الأول. هات يدك. ومن طلب إليك ذلك؟ سامر، دعني أرى جروحك. أنا بخير. ولكنك مع هذا تحتاج إلى هذا الدواء. سامر، آسفون. تتحمل أعباء المباراة وحدك. كنا دائما السبب في خسارة فريقنا، في حين تحتمل أنت الألم لنفوز. ما هذا الكلام؟ لا يأتي الفوز بلا تضحيات، وإلا كان بلا معنى، أليس كذلك؟ لتسجل هدفا. أخشى أن يعود هذان اللاعبان لإيذاء سامر. سليم، هيا استعد. سليم، ماذا هناك؟ أيعجبك؟ لقد سخر منا ذلك الفتى، فضلاً عن أنه قام بصد جميع تسديداتنا. يزن، أوصل الكرة إليه وأنا سأتكفل به. حسناً، الآن ستبدأ المباراة. إذن سترى يا سامر. لو يحرزون هدفا ويدعون الباقي لسامر ليصون المرمى. لا، لن تتقدموا أكثر من هذا. أنا هنا. إنه مذهل. يا زان، هيا. إنهم مصرون على تسجيل هدف، لن يمنعهم شيء من ذلك. سأحرز الهدف. أنا هنا. سامر وذاك اللاعب وحدهما. ألم يرهق بعد؟ إنه كالحصن المنيع أمام المرمى، ولكنني لن أتوقف عن التسديد حتى أخترق هذا الحصن. حسناً. أصابتني هذه المباراة بالنعاس، سأغفو قليلاً، أيقظني لما تنتهي. سليم. Yeah!
فعلت؟ يجب أن يتوقف سامر. سامر، إذا لحق بك مكروه فلن أسامح نفسي أبدا. أنا من اخترت أن تواجه فريق النصر اليوم. أنا السبب، أنا السبب. لقد أردت أن أراك منتصرا. كان علي أن أدعو فريقا أضعف. أرجوك ارحم نفسك يا سامر، اخرج بالحال من أرض الملعب أرجوك. لا تقلقي يا جمانة. هاجموا بالقوة! لن يصلوا إلى مرمانا. هيا أروهم قوتنا. إنها فرصتكم. هيا هيا مرر حسام، مرر إلى عادل. هيا هيا سدد. هيا هل سجلنا هدفا؟ أظن ذلك يا مهران. اسمعوني، سنحاول الحفاظ على هذه النتيجة. لن تهنأ بهذا الهدف. سليم هيا هاتيها بسرعة. هيا لا، ذاك الفتى. ابتعد ابتعد. مستحيل. تجاوزتهم جميعا. لن أضيعها أبدا. لن تحرز هدفا مهما حاولت. تسديدة رائعة، لن يصدها. لا تدخلي. لقد أمسكها. تقدموا. لا، إنها قوية جدا. انتهى الوقت. ماذا قال؟ قال انتهى الوقت. هذا يعني لقد هزمنا حارس المرمى. لا أكاد أصدق ما حدث. وأخيرا فزنا. الفائز هو فريق السعادة. أدوا التحية الآن. تحية كرة القدم. شكرا لك، كنت رجل المباراة بحق. لولاك لما فرحنا بالنصر. سامر، تابع اللعب في المدرسة العليا، سأظل أشجعك. مرحبا. هل رأيت خاسرا كالفائز؟
نعم إنه أنا. صحيح أني خسرت هذه المباراة، ولكنني فزت بلقاء لاعب مثلك. سننتسب إلى مدرسة الينابيع ونلعب في كرة القدم. نأمل أن تكون معنا. إلى اللقاء. قمت فيما بعد أنا وأخي سامر بتقديم طلب الانتساب إلى مدرسة الينابيع العليا والمشهورة، وصار يفترض بنا أن ندرس بجد لننجح في امتحان القبول في المدرسة. وبدأت تحضيراتنا للامتحان على أمل أن يختارونا لتتاح الفرصة أمام سامر ويلتحق بفريق الينابيع القوي لكرة القدم، فلم نشأ أن تبقى مهارته مغمورة في أخريات الفرق الصغيرة. ما رأيك أن نشاهد الآن بطولة المدارس العليا؟ أهوذا هجوم فريق الينابيع يتقدم في وسط الميدان نحو مرمى خصمه. ها هم فريق الينابيع؟ لا يزال هجوم الينابيع متقدماً بقيادة قلب هجومه ونجمه بشر. إنه يراوغ المدافعين ويستمر في التقدم. أشتم رائحة هدف، فقلما تخفق الهجمات التي يصنعها اللاعب بشر. ويسدد الآن. لا، كاد يكون هدفاً لولا أن الكرة تنحدر. يضم الينابيع لاعبين ماهرين، وبشر هو أبرزهم وأقواهم. إنهم رائعون، بانضمامك إليهم ستعزز صفوفهم وتكتسب مهارة. لا تأتي فرصة اللعب مع فريق مثل الينابيع إلا مرة في العمر. أأنت معي؟ ولذلك عليك اجتياز الامتحان. أسأل نفسي، هل سنلتقي هؤلاء اللاعبين؟ وفي الصباح الذي كنا متوجهين فيه نحو تقديم امتحان القبول حدث أمر مؤسف حال دون ذلك. لا، لقد نسيت منديلي. أنا واثقة بأني وضعته هنا. هل هو مهم إلى هذا الحد؟ لم أتعود أن أخرج من دون منديل. علي أن أعود وأحضره، فلا يزال أمامنا وقت. قلقت عليك كثيرا. أنت مصاب يا أخي. لا تقلقي، فأنا بخير. جراحكما طفيفة وليست خطرة. الحمد لله أنكما بخير يا ولدي. الامتحان، عليك أن تسرع إلى مدرسة الينابيع. أسرع. لا، تعني أن ضاعت الفرصة؟ أنا السبب. أنا السبب فيما حدث. أنا السبب. ضاعت فرصتك في الانضمام إلى الينابيع، وأنا الملومة على هذا. لن أسامح نفسي أبدا. أنا السبب. أنا السبب. في الحلقة القادمة أدخل أنا وأخي سامر إلى مدرسة الكمال العليا، وهناك ستكون مفاجأة في انتظارنا، كما سينضم سامر إلى فريق هذه المدرسة ونواجه الفريق الرابع من الينابيع. ولكن سامر يتعرض لامتحان صعب، إذ يطلب إليه صد 100 ركلة جزاء. تابعوا لتعرفوا المزيد. We'll be right back.
علم خافق لا محال.